الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد المستشار المالي للسوداني مظهر محمد صالح أن الموازنة التشغيلية للعراق تشكل ما يقارب 65% من إجمالي الموازنة العامة، وهي تكلف خزينة الدولة سنويا للرواتب فقط ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي. وأضاف صالح أن عدد الموظفين حاليا بالعراق يصل إلى 4 ملايين موظف حكومي، مبينا أن متوسط رواتبهم الشهرية أعلى من متوسط دخل الفرد بالناتج الإجمالي المحلي للبلد. وتعاني وزارات الدولة في العراق من ترهل وظيفي كبير يعرقل عمليات الإنتاج ويرهق خزينتها ويستنزف أكثر من نصفها، في حين لا تحقق المؤسسات الحكومية والصناعية والتجارية عائدات مالية تكفي على الأقل لتأمين رواتب العاملين فيها. أظهر تقرير لمؤسسة عراق المستقبل تراجعا واضحا في نسبة استحواذ 12 مصرفا محليا على ودائع القطاع الخاص في العراق مقارنة بالسنوات الأخيرة. وقال التقرير إن 3 مصارف محلية تمتلك تعاملات مرسلة مع أخرى أمريكية استحوذت في النصف الأول من عام 2024 على ما يقارب من نصف ودائع القطاع المصرفي الخاص. ويسعى البنك المركزي العراقي منذ عدة أشهر إلى توسيع نطاق التعاملات الإلكترونية في البلاد من خلال المصارف الخاصة والحكومية. كشفت شركة تسويق النفط الحكومية سومو عن استيراد العراق أكثر من 722 مليون طن من البنزين خلال الربع الثاني من العام الحالي. وذكرت سومو أن العراق استورد 722 مليون و566 ألفا و970 طنا من مادة البنزين اعتبارا من شهر نيسان ولغاية شهر حزيران من عام 2024، مضيفة أن العراق لم يستورد أي كمية من مادة زيت الغاز أو النفط الأبيض خلال هذه الفترة. أكد خبراء في الاقتصاد بأن الصادرات الإيرانية إلى العراق ارتفعت إلى 10 مليارات و338 مليون دولار، وذلك بمقدار 71 ضعفا بين عامي 2004 و2024. وذكر الخبراء أن إيران تصدر للعراق 2200 سلعة من أصل 3500 سلعة تصدرها إيران إلى الخارج، مبينين أن صادرات إيران إلى العراق ارتفعت من 145 مليون دولار عام 2004 لتصل إلى 10 مليارات و238 مليون دولار عام 2023، أي أنها ارتفعت بمقدار 71 ضعفا خلال 20 عاما. تراجعت التوقعات الاقتصادية في ألمانيا بشكل حاد في أيلول الحالي، وهو ما يضاف إلى الضعف المستمر في أكبر اقتصاد في أوروبا. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فقد انخفض مؤشر ZAW لمعنويات الاقتصاد الذي يتابع توقعات المحللين للاقتصاد في الأشهر 6 المقبلة بمقدار 15 نقطة ليبلغ 3.6 نقاط مقارنة بشهر آب الماضي، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 15 نقطة في الماضي. قبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.